السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأيمان تحت باب الاستثناء: حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد هو ابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: كان لسليمان 60 امرأة فقال: لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. اللفظة الأولى كما لا يخفى عبد الرحمن كلها موقوفة عن أبي هريرة، من هذا الوجه موقوفة على أبي هريرة، قال: كان لسليمان 60 امرأة فقال: لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. الجزء المرفوع: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا الوجه الجزء الأول موقوف والثاني مرفوع. أما الجزء الثاني قال: وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة، تراجع ترجمة هشام بن حجير، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيجعله كله مرفوعا، قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليل على 70 امرأة، الرواية الأولى 60 وهذه الرواية 70، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبها أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. لكن أتى بمتابع قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. لا تقوي هذه الرواية، بس المشكلة اختلاف على سفيان. ننظر: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سليمان، هذا موقوف، فهم يا بني، قال سليمان بن داود: لأطيفن الليل على 70 امرأة، موقوف، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان: لأطوفن الليل على 90 امرأة، هنا 90، تأتي كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جماعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجهدوا في سبيل الله فرسانا كلهم أجمعون. هذا
الحديث كما ترون مختلف في رفعه ووقفه، وجزء منه موقوف وجزء مرفوع في بعض الروايات، فليحرر تحليلا جيدا تجمع الروايات الموقوفة على أبي هريرة، وهنا رواية محمد بن سيرين ورواية طاووس بن كيسان، وروايات المرفوعة من طريق طاووس، طريق هشام بن حجير عن طاووس، ومعمر أثبت في طاووس بلا شك من هشام بن حجير، وفصل فأتى بالجزء الذي قاله النبي وأتى بالجزء الذي قاله أبو هريرة. ثانية من طريق الأعرج عن أبي هريرة قوله مثله أو نحوه، فالأعرج وطاووس في رواية على الرفع، طاووس عن أبي هريرة ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة، وطاووس في الأصح عنه أنه موقوف عن الجزء الأول. أما معنى الاستثناء في اليمين فهو أن تقول في اليمين إن شاء الله وقيب اليمين، والله والله لأسافرن غدا إن شاء الله، ولم تسافر لا كفارة عليك، وهذا رأي الجمهور. ومعنى قول الله تعالى إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يقولون إن شاء الله. هذا وقد روي الحديث بلفظ آخر مختصر معلول، روي بلفظ مختصر معلول، وهو من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، مختصر. وطبعا المطول يحتمل معنيين، فقوله وأيم الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لا جهدوا في سبيل الله، أي لو تحتمل معنيين، المعنى الأول إن شاء الله لم يحنث، تحتمل أنهن كلهن كن سيأتين بولد يجاهد، وتحتمل أن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين، لكن رواية الحديث على وجه واحد، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، تقاعد قاعدة تنفي الاحتمال الآخر. فهي وهم الرواية المرفوعة عن رسول الله بلفظ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث مختصرة هكذا، بها علة، وسبب العلة الرواية المطولة لهذا الخبر. هذا والاختلاف في 60 امرأة أو 70 امرأة أو 90 امرأة يمكن الترجيح بعد جمع الطرق، وإن لم يمكن فالمراد التكثير، والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. هذا وقبل أن أنتهي، يقول العلماء في الاستثناء إن كلمة إن شاء الله تكون عقيب اليمين، يعني والله لا أسافر إن شاء الله، لكن إن قال والله لا أسافر وبعد ربع ساعة وعشر دقائق قال إن شاء الله لم تنحل عقدة اليمين بل هي كما هي. أما قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله إن ذكرت ولا بعد سنة فقلها، فهذا ليس له تعلق باليمين، إنما تذكير بقول إن شاء الله ولو بعد حين، لكن ليس له صلة بتعقيد اليمين من عدمه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.